السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سوف نبدأ في شرح درس الشبكات للصف الثامن في روضة ومدرسة أكاديمية العزيزة النموذجية السلط بإشراف المعلمة براء الديات. بداية نعطي تعريف للشبكة. ما هي الشبكة؟ الشبكة سطح مستوي ثنائي الأبعاد، يعني له طول وله عرض فقط ما له ارتفاع. يمكن أن يطوى، يعني لما أطوي المسطح يعطيني مجسم. إيش هو المجسم؟ شو الفرق بين المجسم والشبكة؟ المجسم هو عبارة عن شكل ثلاثي الأبعاد، طول عرض ارتفاع. يتكون من وين؟ من الشبكة. ويتكون الشبكة من القاعدة، شبكة لها قاعدة وأسطح اللي هي الأوجه والرؤوس. إذا الشبكة سطح مستوي ثنائي الأبعاد، لما نطوي يعطيني مجسم ثلاثي الأبعاد. طبعا رح نأخذ بعض الأشكال الهندسية ونحكي عنها وعن شبكات المكونة لها. رح نبلش أول شيء بالإسطوانة. الإسطوانة هي شكل هندسي ذو أبعاد ثلاثية، يعني له طول وعرض وارتفاع. يتكون من قاعدتين متوازيتين، قواعده اللي هي شبكته تتكون من قواعد ثنتين دائرة على شكل دائرة، وسطح جانبي اللي هو المستطيل. إذا دائرتين قواعد والسطح الجانبي اللي هو الإسطوانة. من أهم التطبيقات على شكل الإسطوانة مشروبات الغازية، علبة المشروبات الغازية من أمثلة على الإسطوانة. إذا تتكون من دائرتين قواعد متوازيتين وسطح جانبي اللي هو المستطيل. الشكل الثاني اللي هو متوازي المستطيلات. شو هو متوازي المستطيلات؟ هو مجسم متعدد السطوح له ست أوجه كلها إيش؟ مستطيلة. إذا لو ننتبه للشكل متوازي المستطيلات نشوف شبكته، نفتحها يعني نعملها شبكة سطح شكل مسطح، بنلاقيها تتكون من ست مستطيلات. إذا شبكته عبارة عن مستطيلات، متوازي المستطيلات. الشكل الهندسي الثاني الهرم الثلاثي، له أربعة وجوه مثلثية. إذا وجوهه مثلثية مثل ما هو مبين عنكم. الهرم الثلاثي فتحناه على شكل شبكة، فبنلاقيه متكون من أربع مثلثات، قاعدته مثلث، عشان هيك سميته هرم ثلاثي، إنه قاعدته مثلث. لو كان قاعدته على شكل رباعي فبسميه هرم رباعي. إذا شبكته عبارة عن أربع مثلثات، واحد من المثلثات هو القاعدة، كلها مثلثات متساوية الأضلاع. الشكل الآخر وهو المكعب، يتكون من مكعبات متطابقة، يتكون من مربعات متطابقة. لو ننتبه للصورة الموضحة بالشكل مكعب، جينا عملناه على شكل شبكة على شكل مسطح، بنلاقيها تتكون من مربعات. إذا شبكته مربعات متصلة مع بعض كونت للمكعب، عبارة عن ست مربعات متطابقة. طبعا احنا هيك غطينا كم شكل هندسي وحكينا عن شبكاته. ان شاء الله بالحصص الجاية رح نتخصص بكل شكل بفيديو خاص فيه ونحكي عن شبكته، عن مساحته، عن حجمه بشكل موسع اكثر. ويعطيكم العافية.